سلام زوينين، جيت عاوتاني. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين. كي غادي مع رمضان قضيتو عليه ولا قضى عليكم؟ اليوم غادي نحضر معكم واحد فلون غزال كيجي كيحمق. عندي الحليب وخديت فلون كراميل وخويت الحليب وزدت حتى فلو، ولا بغيتي تزيدوا معلقه ديال بويزينا حتى هي زيدوها. المهم الخليط الاولاني كنبقى نحرك بشويه بشويه حتى كيبان ليا راه كيبدا يعقد، عاد كنوقف التحريك. ما تخافوش، واخا يبان لكم دوك الحبيبات راه بالزربه كيحيدو. وخديت الفريز كيف ما كتشوفوا معايا، والحليب عاوتاني ديك السنطره كنقسموها على جوج، النص هو اللي خدمت فيه في الاول والنص هذا نخدم فيه دابا. عاوتاني الفريز كتشدوه كتقطعوه طريفات وتلوحوا في الميكسر، زيدوا عليه حليب ومعلقه ديال الميزينا ولا جوج، كيجي غزال. وبالاخص انا كيعجبني في الفطور، كان هو الاولاني عندي. المهم كناخذ هادشي كامل كنطحنو مزيان حتى كيولي لينا على هاد الشكل هذا. وحتى هو كناخذو كنديرو حتى هو فسميتو اللي غادي نخدم فيها كسرونا حتى كيولي عندي جامد بحال هاد الشكل. عاوتاني زليفات ولا كيسان ولا اي حاجه كتشوفوا معايا الخليط الاولاني، يعني سمحوا لي كاع ما وريتكم كيفاش خويت. المهم الاولاني خويتو وزدت عاوتاني خليته حتى برد وعاد زدت الخليط الثاني. طريقه التزيين فريز كيجي بحال هكا. المهم انا خديت اللوز باغا زعما تنحمرو ساعتي، نسيتو فوق في المقله تحرق. المهم سمحوا لي يبان ليكم راه محروق ناري. المهم ما تضحكوش عليا، ولكن راه كيجي زوين كيجي غزال كيحمر. كنتمنى يكون غادي يعجبكم ان شاء الله ملي غادي تجربوه، راه كيجي كيهبل. المهم الصغار والكبار الكلشي كيجي زوين.